يتواصل العطاء الإنساني الكويتي لمساعدة النازحين واللاجئين بالمنطقة وفي الأردن. قامت فرق تطوعية كويتية تتمثل في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية النجاة بإطلاق حملة كفالة الأيتام. وتشمل هذه الحملة آلاف الأيتام من اللاجئين السوريين في المخيمات ومراكز الإيواء شرق العاصمة الأردنية عمان. في إطار حملاتها المتواصلة لتكثيف العمل الإغاثي تجاه اللاجئين السوريين في الأردن، قامت فرق تطوعية كويتية تابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية النجاة الإنسانية بتوزيع كفالات الأيتام لآلاف من أبناء اللاجئين السوريين بالمخيمات ومراكز الإيواء شرقي العاصمة عمان ومدينة مادبا، وسط اهتمام كبير في الأوساط السورية والأردنية لهذه الفعالية الإنسانية الكويتية التي استهدفت أكبر شريحة من الفقراء والمحتاجين والأيتام في أوساط تجمعات اللاجئين السوريين في الأردن. هذه الحملة شملت عدد 1526 يتيم بإذن الله. إن شاء الله وزعنا على أمس واليوم وزعنا على تقريبا ما يقارب 700 يتيم، ومستمرة الأيام القادمة خلال الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. إحنا اليوم عندنا توزيع للأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية، توزيع هذا على الأيتام السوريين وندعمهم احنا طبعا بشكل شهري اللهم لك الحمد. وما شاء الله الأيتام اللي عندنا ما يقارب 1516 يتيم. وتعتبر هذه الحملة بتوزيع كفالات الأيتام وفتح باب رعايتهم من أكبر الحملات التي تطلقها هيئات العمل الإنسانية الكويتية ولجان الإغاثة، حيث أكدت أوساط اللاجئين السوريين أن هذا الجهد الكويتي يتجه بالتصدي إلى واحدة من أكثر صور المعاناة والمأساة بين أوساط اللاجئين وهم شريحة الأيتام الذين فقدوا أسرهم خلال الأحداث الجارية في سوريا وانتقالهم مع جموع اللاجئين في الأردن. وأشادت الجمعيات الخيرية الأردنية بالجهد الكويتي المتناغم مع رسالة الكويت الإنسانية التي يؤكدها منذ اندلاع الأزمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت نهجا رسميا وأهليا بالتصدي لملف اللاجئين. صدقا للآن يمكن الدولة الوحيدة اللي الآن مستمرة في هذه المساعدات صدقا هي دولة الكويت، يعني هذا على أرض الواقع، يعني في من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها. عندنا طبعا بنحكي احنا على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. نحن نشكر الحكومة الكويتية والشعب الكويتي على دعمهم للأيتام السوريين الموجودين في الأردن، والله يجزيهم الخير ويبارك فيهم. هذه واحدة من أكثر الحملات التي تستهدف الأيتام والتي تعكس نهج الكويت ورسالتها الإنسانية تجاه هذه الشريحة التي تعد بالألاف بين جموع اللاجئين السوريين المنتشرين في الأردن. البدري، تلفزيون دولة الكويت، عمان.